السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ورشة منزلية. وياكم علي. فيديو اليوم يخص الزراعة، راح نحكي عن نبات الختمة وهو من ابسط النباتات. راح ناخذ نبذة مختصرة قبل لا نباشر بعملية الزراعة. نبات الختمة من اروع النباتات، يقف بشموخ وسط نباتات الزينة الاخرى. عشبة طبية. الاجزاء اللي نقدر نتناولها بذور، اوراق وازهار. تكون ساقها مرتفعة منتصبة، تصل الطول متر ونص تقريبا. أوراقها قلبية مسننة، أزهارها متعددة الألوان، تنضج بلون الأحمر، الأبيض، الوردي، البنفسجي، قرمزي والأصفر. من مميزاتها صلاحيتها الغذائية والطبية، قابلة للتجفيف دون أن تفقد خواصها. من النباتات الطبية المأمونة، يعني لحد الآن لم يكتشف أي آثار جانبية لاستخدامها، وهي من نباتات الزينة اللي تتميز بموسم تزهير طويل. تزرع بسهولة من البذور بشهر 9 و10 و11 أو 2 و3 و4. هو من النباتات الغزيرة بالبذور، إذا تركت الزهرة لما تجف وتساقط من كيفها مكانها راح أحصل حلقة كاملة من البذور، يعني أقدر أزرعها مرة واحدة وأرجع أكاثرها من نفس النبتة. هذا البذور اللي جمعته، تقدرون تجمعونه من الحديقة وتكاثرونه كل سنة بكل سهولة. راح استخدم طبقة البيض حتى أزرعه بداخل البيت. هذا هو شكل البذرة المفردة، يكون خلطة التربة. دائما بالإنترنت نشوفها متعددة وممكن نحصلها بصعوبة، بكل سهولة أقدر أزرع. مقدار متساوي ما بين التراب والرمل. الرمل أغسله قبل لا أستخدمه، أوزعه على الحفر مع طبقات البيض، وأوزع بكل حفرة بذرة، وبعدها أبدي أسقيها رش مو بشكل غدق. وشوف هذه الطبقة بعد 4 أيام من الزراعة، الأغلبية يعني ظهروا لهم ورقتين، والبعض اللي ما منبت مو ميت يعني البذرة، إنما نموها بطيء مثل ما نشوف هنا. أنا عندي هاي وحدة تو الجذر ينمو، عندي هاي اللي بصفها ما اعرف اذا طالعة بالصورة، هاي كذلك يعني النمو مالتها تو بادي يطلع. فنشوف هنا انا عندي هسه هذي الجذر مالتها تو بادي نبت، فالاغلبية نمو. هسه انا اقدر استفيد من هاي الطبقة انه ما زرعت مباشرة، لا خليتها بالبيت واهتميت بيها. وطريقة النقل مالتها كلش بسيطة، بما ان هي من الاوراق والأوراق راح تذوب وتتحلل مو مثل البلاستيك، فأقدر أخذها هي والتربة. راح أقصن وحدة طرفية وأراويكم شلون راح نزرعها. تحتاج لري منتظم، إذا زرعتها من البذرة أحافظ على التربة رطبة منها لما نتنبت وتطلع الورقتين، وبعد ما تنبت بالمكان المستديم على الأقل 3 مرات بالأسبوع أفصلها من الطرفين، وبعدها أزيل وحدة من الطبقات. أقدر أزرعها مثل ما هي، وأقدر أسوي من جوه حفر صغيرة. صار عندي نبات ختمة كثير وزايد عن حاجتي، اللي يريد يتدلل. وعملية نقلها بسيطة، راح أحضر حفرة تناسب الحجم مالتها، راح أثبتها بالأرض بحيث يكون مستوى التربة مالتها ويا مستوى الأرض طبيعي. بعدها أرجع التراب على الحفرة وأضغطها بشكل صحيح حتى ما يكون أكو فراغات مليئة بالهواء. بعديها أنطيها ماي. وهذه الزراعة تخص العروة الثانية أو الفترة الثانية، يعني 2 و3 و4. أنا عندي أزهار زرعتهم بالعروة الأولى اللي هي 9 و10 و11. اللي أزرعهم ب9 و10 و11 أقدر أحصل الأزهار مالتهم حاليا بداية الربيع، واللي أزرع بداية الربيع أحصل الأزهار مالته بنهاية الربيع والخريف، ويستمر الأزهار لحد الصيف. نبات المتواجد بالحديقة زرعته بالشهر 9 الماضي، تكون الأزهار مستمرة على الجانبين، أزهار بوقية. تكون الأزهار بالقمة النانية متجمعة، وكل ما يستطيل تتباعد الأزهار عن بعض. تكون الأزهار غنية بالرحيق، كذلك موسم أزهار طويل، فاللي يفكر بمنحى يكثر من هذه الأزهار.
الفوائد الطبية واستعمالات نبات الختمة: تحسين أداء وظائف جهاز المناعة، تحسين أداء الجهاز الهضمي، منشطة للدورة الدموية، تفيد بحالات القرحة، قرحة المعدة والاثني عشري، حالات حموضة المعدة، حالات التهاب الجهاز التنفسي عموما، ولا سيما الحلق واللوزتين والحنجرة، حالات الربو، حالات الرمد الربيعي، حالات التهاب رتمة ثانية وحرقة البول، حالات التهاب اللثة، حالة حساسية والجيوب الأنفية، حالة التهاب الجلد، ملينة ومضادة للإمساك، طاردة للبلغم ومدرة للبول. اشتهر بكثير من الدول يسمونه شاي الزهورات. وفي الختام لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.